يسأل الله عنه ما خرجنا معك وظننت أنه يعود. هذا الوقت اللي أكرم الله به والحمد لله أنه يعني أكانت آخر دقائق حياته أنه حمل القاذف ليرمي بيده. ما هو قائد تخطيط ولا قائد ميداني، قائد مغواص مقدام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يجمعنا به وأن يلحقنا به عاجلا غير آجل، مقبلين غير مدبرين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. والله هذا ما نبكي أبو يحيى بشخصه، أبو يحيى غالي وكذا، ولكن ما نبكيه بشخصه. نبكي أمة الجهاد في بلاد الشام أنها فقدت قداما بطلا باع الغالي والنفيس في سبيل الله. ما كل ولا من، ما كل ولا من ليل نهار في الجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يتقبلك أبا يحيى. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ها أنت قد أكرمك الله بالشهادة، ها أنت قد أكرمك الله بالشهادة. نسأل الله أن نلتقي بك في الفردوس الأعلى تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. وصيتي إليك يا يحيى ويا صهيب ويا أبو البشر ويا الشباب ويا محمد عبده ويا الأبطال كلهم، لرحمه وللأبطال، أن تكونوا خلفاء هؤلاء. نحن الجيل الأول قد لا نرى النصر، ولكن وصيتنا لكم أن تحملوا الراية وأن تكونوا خلفاء هؤلاء الأبطال. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. اللهم أجرنا في أبي يحيى، اللهم أجرنا في أبي يحيى، اللهم أجرنا في أبي يحيى، واخلف علينا بطلا مقداما هصورا خيرا منه، إنك على كل شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.